السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مهندسة هاجر. كنت شرحت معاكم درس في مديول 5، القدرة داخل دوائر التيار المتردد، والنهاردة هنحل مع بعض الشيت الخاص بالدرس ده. يلا نبتدي. وقبل ما ابتدي معاكم في حل الشيت، هناخد ريفيجن 3 سطور خطوط عريضة اتكلمنا فيها في الدرس عشان تبقوا فاكرين واحنا بنحل مع بعض الشيت. الريفيجن بقى اول حاجة هقولها لك فيها ان ال P بتساوي ال I في ال V، وحدة قياسها بالوات. ال P اللي هي القدرة الفعالة، ال Q اللي هي ال I في ال V sin phi، وحدة قياسها بالفار وهي القدرة غير الفعالة، ال S اللي هي القدرة الظاهرية، I في V وحدة قياسها بالفولت امبير. كمان عايزك تفتكر معايا المثلث ده اللي هو كان مثلث القدرة، وحطينا عليه ال S وال P وال Q والفاي. الشيت بتاعك هتلاقيه اللي هو شيت رقم 9، مكتوب عليه electrical power، واول سؤال فيه اذكر انواع القدرة الكهربية داخل دوائر التيار المتردد. رقم 1 القدرة الفعالة البي اللي هي active power، رقم 2 القدرة غير الفعالة كيو اللي هي reactive power، رقم 3 القدرة الظاهرية اللي هي اس الابيرنت باور. السؤال التاني خاص بالرسمة اللي قدامك، احسب قيمة القدرة الفعالة لهذه الدائرة إذا كان جهد المصدر 120 فولت. أول لما يديني مسألة أشوف هو مديني إيه، إيه المعطيات اللي عندي عشان أعرف أحل وأحطها كده وأكتبها عشان أعرف إيه أجيب الحل بسهولة. مديني الـ V 120، الـ R 60، التردد 60 هرتز. طيب يبقى أنا عارفة إن الـ I بتساوي الـ V على الـ R. أنا عندي الـ V وعندي الـ R، كده هقدر أجيب التيار بتاعي V على الـ R 120 على 60، يبقى التيار 2 أمبير. التيار 2 أمبير يبقى أنا عارف كمان إن الـ P اللي هو طالبها مني بتساوي الـ I في الـ V. الـ I بـ 2 والـ V بـ 120، يبقى الـ P بتساوي 240 وات. سؤال رقم 3، احسب قيمة القدرة غير الفعالة إذا كان جهد المصدر 120 فولت. المرة دي عندك ملف 160 ملي هنري وعندك 60 هرتز. الـ XL بتساوي 2 باي FL. طيب إيه اللي ناقصني هنا؟ إن أنا عايز أجيب الـ XL. أنا عندي الـ F وعندي الـ L، مش ناقصني حاجة، مجرد إن أنا هعوض بس وأحسب بالآلة الحاسبة بتاعتي. 2 باي في 60 في 160 في 10 أس سالب 3، عشان هو بيقولك إن هي 160 ملي، فهتضرب في 10 أس سالب 3 هيطلع معاك 60.318. المفروض أوم. و I بتساوي V على XL، ال V بتاعتك ب 120 وال X احنا لسه جايبينها ب 60.318، هيبقى التيار 1.989 أمبير. كده انت جبت التيار، يبقى المفروض ان انا دلوقتي افكر كده وراجع بسرعة Q بتساوي ايه. Q بتساوي V في I 120 في 1.989، يبقى بتساوي 238.68 فار. السؤال رقم 4، إذا كان لديك مصدر جهد قيمته 24 فولت، ويمر تيار بالدائرة قيمته 2.5 أمبير، وتم توصيله على التوالي مع مقاومة وملف، وكان معامل القدرة 9/10، احسب قيمة كل من P و Q و S الكلية للدائرة. هحط قدامك مثلث القدرة عشان نبقى فاكرين ونعرف نجمع المعلومات واحنا بنحل. اول حاجة هو مديني الـ V والـ I، اقدر احسب الـ S. الـ S بتساوي V في I، هتساوي 24 في 2.5، 60 فولت امبير. انا جبت الـ S وعندي المعامل القدرة اللي هو كوزين فاي اللي هو الباور فاكتور، هقدر اطلع منه الـ P، لان الباور فاكتور بتساوي الـ P على الـ S، هتعوض هيطلع معاك P ب 54 وات. كده باقي بالنسبة لنا نحسب الكيو. الكيو زي ما انت شايف كده في رسمة المثلث اللي قدامك، لو ركزت هتلاقي ان ساين فاي هيساوي كيو على اس اللي هي المقابل على الوتر. هعوض
هيطلع كيو بتساوي اس في ساين فاي، هتبقى ب 26 وربع، 26.15 فار. مهم جدا يا جماعة، الوحدات اللي في الآخر فار ووات وفولت أمبير ما ينفعش ننساها. رقم 5، في الفصل يوجد 20 لمبة فلورسنت بحيث تستهلك لمبة واحدة 58 واط وترانس 11 واط وتم إيصالهم بجهد 230 فولت. المطلوب الأول احسب قيمة التيار عند معامل قدرة 5/10، المطلوب الثاني احسب قيمة التيار عند معامل قدرة 9/10. هنبتدي بالمطلوب الأول وهنحسب قيمة القدرة الفعالة لللمبة الواحدة وترانس، هتبقى 58 + 11 هتبقى 69 واط. انت عندك 20 لمبة، يبقى هتضرب 20 في 69 هتبقى 1380 واط. عارفين كمان ان الاس بتساوي الاي في الفي، فانا مجهول عندي الاس بس عندي الفي، بس اقدر احسب الاس لان انا عندي البي وعندي الباور فاكتور من القانون بتاع كوزاين فاي بتساوي البي على الاس، اللي هي باور فاكتور بتساوي بي على الاس. هعوض هتطلع معاك الاس بتساوي 2760 فولت امبير او 2.76 كيلو فولت امبير. مجرد ان انت عوضت ب 5/10 مكان الباور فاكتور، والبي بتساوي 1380، طلع معاك الاس بتساوي 2.76 كيلو فولت امبير. الاي كده بتساوي الاس على الفي، بقى عندي الاس جبت القيمة بتاعتها وعندي الفي، هيطلع معايا التيار اللي بيمر عند معامل قدرة 5/10 بيساوي 12 امبير. التاني قيمة التيار عند معامل القدرة 9/10، الاس برضو زي ما احنا حطيناها في المطلوب اللي قبل كده بتساوي الاي في الفي، والكوزين فاي بتساوي البي على الاس. هعوض 9/10 بتساوي 1380 على الاس، الاس هتساوي 1533 او 1.533 كيلو فولت امبير. الاي هتساوي الاس على الفي هتبقى 6.67 امبير. كده المطلوب الاول والتاني عند معامل قدرة 5/10 وعند معامل قدرة 9/10 قيمة التيار 6.67 عند معامل قدرة 9/10 و12 امبير عند معامل قدرة 5/10. هو ده مش مطلوب في المسألة، بس المفروض تكون لاحظت ان انت معامل القدرة بتاعك فرق معاك قوي في التيار اللي هيمر في الدايرة. لما بقى عندك معامل القدرة عالي وهو 9/10 التيار بقي 6 امبير تقريبا او 7، لكن لما كان معامل القدرة 5/10 التيار 12 امبير. طبعا في فرق فظيع تقريبا الضعف. فمن هنا برضو ده يأكد معاك فكرة قد ايه معامل القدرة مهم جدا. سؤال رقم 6، يوجد ملف قيمته 160 هنري ومقاومة قيمتها 60 اوم متصلين على التوالي وجهد المصدر 120 فولت وتردد 60 هرتز. المطلوب الاول احسب قيمة المعوقة الكلية، التاني احسب التيار المار في الدائرة، رقم 3 ارسم مثلث القدرة الكلية، و4 احسب معامل القدرة. المفروض ان احنا عارفين زد تربيع بتساوي ار تربيع زائد اكس تربيع. الاكس مش معلومة بالنسبة لي، فانا هحسبها بتساوي 2 باي اف ال، 2 باي في 60 في 160 هتساوي 60.288 اوم. وهنعوض في القانون زد تربيع بتساوي ار تربيع زائد اكس تربيع هتساوي زد 85.056. المطلوب التاني قيمة التيار اللي بيمر في الدايرة. المفروض ان احنا حسبنا المعوقة الكلية، فسهل نحسب التيار الكلي اللي بيمر في الدايرة هيساوي V على زد، هيساوي 120 على 85.056، هيساوي 1.41 امبير. المطلوب التالت احسب بي وكيو واس. البي بتساوي الفي ار في الاي ار، هنحسب الفي ار بتساوي 60 في 1.4
هتساوي 4.86 فولت، يبقى البي هتساوي 84.6 في 1.4 هتساوي 119.286 وات. الكيو بتساوي ال في ال في ال اي ال، برضو هنحسب ال في ال هتساوي ال اكس ال في التيار. ال اكس ال اللي هي من المطلوب الاول عندك ب 60.288 هتساوي 85.006 فولت، ده اللي هو في ال. يبقى اذا الكيو هتساوي 119.58 فار. احنا كده حسبنا ال P وال Q، باقي ال S، وال S بتساوي ال V S في ال I S. ال V هو اصلا مديهالي ب 120 والتيار انا حسبته، يبقى هتساوي 120 في 1.41 هتساوي 169.2 فولت امبير. المطلوب اللي بعد كده ارسم مثلث القدرة الكلية. طبعا احنا يعني خلاص بقينا عارفينه P و Q و S، مثلث هنحط عليه الاس والكيو والبي، وادي الزاوية فاي، وبرضو ممكن انت تزود من عندك وتحط القيم قدام كل حاجة الاس والبي والكيو. المطلوب رقم 4، احسب معامل القدرة. الكوزين فاي او الباور فاكتور بيساوي البي على الاس. البي بتساوي 119.286 والاس 169.2، يبقى الباور فاكتور او اللي هو كوزين فاي هيساوي 7/10. السؤال رقم 7، ارسم مثلث القدرة لكل فرع من افرع الدائرة المبينة في الشكل الذي امامك، ثم ارسم مثلث القدرة الكلي للدائرة. طالما ان هو طلب مني ان انا ارسم المثلث، يبقى انا محتاجة بي وكيو واس. يبقى انا كده هحسب لكل فرع من الفروع اللي قدامي بي وكيو واس. انا عندي الفولت وعندي المقاومة لكل واحدة فيهم، يبقى اقدر احسب كل الحاجات دي. اول حاجة التيار اللي هو اي واحد اللي بيمر في الفرع الاولاني هيبقى بيساوي في واحد على زد واحد، هيساوي 20 انجل 60 على 4 انجل 30. اهو زي ما هو باين قدامك كده، 20 انجل 60 على 4 انجل 30، ادي الفولت وادي المقاومة، هيبقى 5 انجل 30. لما بنيجي نقسم بنقسم الارقام اللي من بره اللي هي 20 على 4 بـ5، والزوايا بنطرحها من بعض. بكده نقدر نجيب اس اللي هي بتساوي في واحد في اي واحد هتساوي 20 انجل 60 في 5 انجل 30 هتساوي 100 انجل 90، لان احنا لما بنضرب بنجمع الزوايا 20 × 5 × 100 و60 + 30 = 90، كده 100 انجل 90 فولت امبير. نحسب البي واحد بتساوي في واحد في اي واحد في الكوزين، الفرق بين زاوية الفي والاي. الكوزين دي اللي قدامك معناها الفرق بين زاوية الفولت والتيار، يبقى الفي ب20 التيار ب5 وكوزين 60 − 30 = 30، يبقى هتبقى 86.6 وات. نحسب الكيو بتساوي في واحد في اي واحد في ساين الفرق بين زاوية الفولت والتيار، هتساوي 20 × 5 في ساين 30 هتساوي 50 فار. لو جيت ارسم المثلث هو زي ما انت شايف كده، وتحط قدامك البيانات اللي انت طلعتها، البي والكيو والاس. البي 86.6، الكيو 50، والاس 100. وطبعا بفكركم تاني بان الوحدات مهمة جدا، ان انا البي حسبتها ب86 يبقى احط جنبها وات، والكيو 50 فار، والاس احط لها فولت امبير. الفرع الثاني هنحسب له نفس ما حسبنا برضو في الفرع الاول، اي 2 بيساوي في 2 على زد 2 هتساوي 20 انجل 60 على 5 انجل 60 هتساوي 4 انجل 0، يبقى اي 2 ب4 امبير. اس 2 بتساوي في 2 في اي 2، يبقى هتساوي 20 انجل 60 في 4 انجل 0 هتساوي 80 انجل 60. زي ما اتفقنا في القسمة بنطرح الزوايا وفي الضرب بنجمع الزوايا.
بي 2 بتساوي في 2 في اي 2 في كوزين الفرق بين الفي والاي، هتساوي 20 في 4 في كوزين 60 هتساوي 40 واط. وكيو 2 بتساوي في 2 في اي 2 في ساين الفرق بين الفي والاي، هتساوي 20 في 4 في ساين 60 في 69.2 فار. كده حسبنا الفرع التاني. نحسب القدرة الكلية البي توتال، بي 1 زائد بي 2 86.6 زائد 40 ب126.6 واط. والكيو توتال بكيو 1 زائد كيو 2 بتساوي 169.2 فار. لو هترسم المثلث بتاع الفرع التاني هتحط البي ب40 والاس ب80 والكيو ب69.2. كده بيتهيألي الموضوع بقي واضح وسهل بالنسبة لك جدا. سؤال رقم 8، ارسم مثلث القدرة الكلي، احسب قيمة القدرة الفعالة الكلية والقدرة الغير الفعالة الكلية والقدرة الظاهرية الكلية للأحمال الآتية. الحمل رقم 1 اس 1200 فولت أمبير ومعامل القدرة 7/10 وهو متأخر. الحمل رقم 2 اس بتساوي 350 فولت أمبير ومعامل القدرة 5/10 وهو متأخر. الحمل رقم 3 الاس ب3275 فولت أمبير ومعامل القدرة 1 ومتأخر. هنبتدي بالحمل رقم 1. الكوزين فاي أو اللي هي الباور فاكتور بتساوي البي على الاس، يبقى البي بتساوي 7/10 في 1200 ب840 واط. كده احنا جبنا البي، احنا عندنا الاس والباور فاكتور قدرنا نجيب البي. الكيو نقدر دلوقتي قبل ما نجيب الكيو نحسب الفاي اللي هي بتساوي 45.5، لان انت عندك الباور فاكتور الكوزاين فاي ب7/10، تقدر تحسب الفاي هتطلع معاك على الاقل حاسبه ب45.5. كيو بتساوي الاس ساين فاي بتساوي 1200 في ساين 45.5 هتساوي 856.9 فار. الحمل رقم 2 زي ما احنا كنا قايلين في الاول المسألة، ان الاس ب350 فولت امبير ومعامل القدرة 5/10. الباور فاكتور بي على الاس نقدر نجيب البي، هتساوي 350 في 5/10 هتبقى 175 واط. نحسب الفاي زي ما حسبنا برضو المرة اللي فاتت، نجيب قيمة الزاوية الباور فاكتور ب5/10 يبقى الفاي بتاعتي ب60. نجيب الكيو، هتساوي الاس في ساين فاي هتساوي 350 في ساين 60 هتساوي 303 فار. رقم 3، الاس في الحمل رقم 3 ب3275 فولت امبير ومعامل القدرة بيساوي 1. بنفس الطريقة هنحسب البي، بس انت الباور فاكتور بتاعتك بواحد، فانت لما تيجي تعوض هتلاقيها بهي هي نفس قيمة الاس، ان الكوزين فاي بتساوي البي على الاس، وانت عندك اصلا الكوزين فاي بواحد، يبقى لما تيجي تضرب واحد في 3275 تبقى ب3275، يبقى هنا البي بتساوي الاس. منها برضو من الباور فاكتور بتساوي واحد، يبقى نقدر نجيب الفاي. الفاي بتبقى بزيرو، كيو بتساوي اس في ساين فاي هتساوي زيرو، لان ساين زيرو بزيرو، 3275 في زيرو بزيرو. يبقى طالما البي بتساوي الاس يبقى كده الكيو بتاعتي بزيرو. البي توتال اللي هي القدرة الفعالة الكلية، هنجمع البي واحد والبي اتنين والبي تلاتة، هتبقى 840 زائد 3275 زائد 175 هتبقى 588 واط. الكيو توتال هتساوي 856 زائد 303، برضو الكيو واحد والكيو اتنين والكيو تلاتة، تبقى ب1157.79 فار. الاس لما نيجي نحسبها بتساوي الاس تربيع بتساوي البي تربيع زائد كيو تربيع، يبقى الاس بتساوي بس جذر البي تربيع زائد الكيو تربيع. هنربع الارقام اللي هي بي توتال والكيو توتال وناخد الجذر بتاعهم، هتطلع معاك الاس ب1298.6 فولت امبير. كده انت تقدر ترسم مثلث القدره بكل سهوله، جبت البي توتال والكيو توتال والاس وتحطهم زي ما انت شايف كده في الرسمه. الاس هتبقى الوتر والكيو والبي، وطبعا مش هتنسى ان الزاوية الفاي
هي اللي هنا اللي هي بين الاس والكيو. انا دلوقتي ممكن برضو اعلم لك عليها بالقلم، هي دي الزاوية فاي اللي هي بين البي والاس. ده كان الشيت بتاعنا، اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوه وتحلوه بنفسكم مرة واتنين عشان تثبتوا المعلومات اللي احنا قلناها، وبتمنى لكم جميعا التوفيق وربنا يكرمكم ان شاء الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.